بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي الجزء الثاني من الابدومينال فيسرا، هي جزء من الجاسترو انتستينال تراكت المتواجدة بداخل الابدومين. بداخل الدايجستيف تيوب دي كانت تيوب طويلة تبتدي بفتحة الماوس وبتنتهي بفتحة الانس. هذه التيوب كانت مختلفة الاطوال والاشكال حسب ما سنبين فيما بعد. هنا كان فيها من هذه الدايجستيف تيوب جزء يوجد بداخل الماوس وجزء بيوجد بالفارينكس وجزء بيوجد في الثوراكس اللي هو الاسوفيجاس وجزء بيوجد بداخل الابدومين اللي هو الجاسترو انتستينال تراكت وجزء بيوجد بداخل البلفيس اللي هو كان الريكتم. طيب بداخل الابدومين من الابدومينال فيسرا كان في استومك وخدناه من شوية. دلوقتي هنتكلم على الجزء الثاني من الجاسترو انتستينال تراكت المتواجدة بداخل الابدومين وبتشكل جزء من الابدومينال فيسرا، وهي السمول انتستين. السمول انتستين هي تيوب على شكل لوبس يبلغ طولها 6 متر وربع، مكونة من 3 اجزاء. الجزء الاول منها او البروكسيمال بارت من السمول انتستين زي ما احنا هنشوف في الشكل ده هو كانت ديودينم. دي السمول انتستين عايد، ودي هنا اللارج انتستين. السمول انتستين تيوب طويله لف على بعضها في صوره لوبس. هذه اللوبس مكونه من 3 اجزاء. البروكسيمال بارت اللي يلي الاستومك مباشره كان اسمه الديودينم الاثني عشر، يليه الجيجنم اللي هو الصائم، ثم الإيليام اللي هو اللفافي. إذا ابتدينا أولا بالديودينم بوصفه البروكسيمال بارت of the small intestine، هنقول إن دي تيوب على شكل C-shaped loop يبلغ طولها 25 سنتي يعني 10 إنشز. تعتبر هي الكونتينيويشن أو the pylorus of the stomach وتكمل بعد كده as the jejunum. الديودينم مكون، هذا اللوب اللي على شكل حرف السي مكون من 4 parts. الفيرست بارت يسموه ascending. ascending ناحية فين؟ ascending ناحية الرايت وباكوردز. يبقى هو ascending upwards backwards and to the right side، تحت مين؟ تحت الليفر. الجزء الثاني اللي هو السكند بارت ويبلغ طوله 3 انشز. الفيرست بارت اللي هو الاسندنج 2 انشز، السكند بارت اللي هو الديسندنج، ديسندنج فيرتيكال ويبلغ طوله 3 انشز. اما الثيرد بارت فهو الهوريزونتال بارت ويبلغ طوله 4 انشز. والفورث بارت ايضا هو اسندنج ويبلغ طوله 1 انش لكنه كان ascending to the left side. هناخدهم part part ونتكلم عليهم تفصيلا. ده منظر تاني اوت للوب بتاع الديودينم اللي على شكل حرف السي. ادي الفيرست بارت الاسندنج اهو، وده السكند بارت اللي هو ماشي ورا الترانسفيرس كولون، وده الثيرد بارت الهوريزونتال، وده الفورث بارت الاسندنج. هنبتدي نتكلم عليهم الآن على الفيرست بارت اوف ديودينم. بنقول ان الديودينم الفيرست بارت بتاعه اللي طوله 2 انشز مكون من قسمين. البروكسيمال انش او الفيرست انش كانت بتعامل معاملة الاستومك مباشرة وتعتبر الكونتينيويشن اوف ذا ستومك اوف ذا بايلوريك سفنكتر، تمام، متغطية بالبروتينيوم من قدام ومن ورا. السكند انش ده كان مستقل لوحده وله ريليشنز خاصة بيه، لكن الفيرست بارت ككل بيبتدي من عند البايلوريك سفنكتر وبينتهي عند النيك اوف ذا جول بلادر. دي بدايته ايه ونهايته كانت عند النيك اوف ذا جول بلادر. يعني نقول بدايته فين؟ بدايته هي عند البايلوريك سفنكتر، يعني 1 انش تو ذا رايت سايد اوف ميدل لاين
على الترانسبيلوريك بليه، ودي كانت نهايته عند النيك اوف ذا كولبلادر. وقلنا بيتقسم الى قسمين، فيرست انش بتعمل معامله الاستومك، يعني بنغطيها بالبرتريم من قدام ومن ورا ومن فوق ومن تحت. اما السكند انش فلها وضع خاص. تعالوا نشوف السكند انش اوف ذا فيرست بارت اوف ديودينم، وتعالوا نتكلم على الريليشنز بتاعتها. ريليشنز اوف ذا سكند انش اوف فيرست بارت اوف ديودينم. اي هنقول السكند انش اوف ذا فيرست بارت اوف ديودينم لها ريليشنز من فوق ومن تحت، يعني سوبيريور وانفيريور، وقدام وورا يعني انتيريور وبوستيريور، وكل واحده من هذه الريليشنز فيها اتنين ستراكشرز. فاذا قلنا ان السوبيريور ريليشنز فيها اتنين ستراكشرز، هيكون الليسر اومنتوم وفتحته اللي هو الابيبليك فورامين. طيب انفيريور لي من تحت هنجد اومنتوم تاني هو الجريتر اومنتوم، ومعاه مين؟ معاه الهيد اوف بانكرياس. طب قدام في مين؟ قدام في الليفر، واوتوماتيك مع الجول بلادر، ادي الليفر ومعاه النيك اوف ذا جول بلادر. طب ورا؟ ورا كان في الليسر ساك، معاها التلاته ستراكشرز المشهورين اللي هم البورتال فين من ورا، والهيباتيك ارتري او برانش منه اللي هو الجاسترو ديودينا الارتري، ومعاه البايل دكت. ادي كانت الريليشنز اوف ذا سكند انش اوف فيرست بارت اللي بلخصها ان لها ريليشنز من فوق ومن تحت ومن قدام ومن ورا، وكل حاجه كانت اتنين. طيب ناخد السكند بارت اوف ديودينم. السكند بارت يعني الديسندنج بارت، ديسندنج فيرتيكال، ديسندنج ات از ا كونتينيويشن اوف ذا فيرست بارت اوف ديودينم، ويبلغ طوله 3 انشز، بيبتدي عند نهايه الفيرست بارت عند النيك اوف جول بلادر في مستوى الفيرست لامبر فيرتبرا، وينزل فيرتيكال لحد مستوى الثيرد لامبر فيرتبرا. هذا الجزء كان ماشي دايركتلي اوفر ذا هاي لام اوف ذا كيدني، وكان البروتونيوم مغطي السطح الرئوي بتاعه كله من قدام ما عدا الميدل ثيرد. ليه هنعرف الميدل ثيرد مفيش فيه بروتونيوم؟ علشان كانت في حاجه نايمه هنا هنشوفها بعد شويه. تعالوا نتكلم على الريليشنز. انا عندي ميديال ولاترال ريليشنز وانتيريور وبوستيريور، بس المره دي السكند بارت اللي كان طوله 3 انشز كل حاجه الريليشنز فيه كانت كل حاجه 3. السكند انش اوف فيرست بارت اللي كان سكند انش كان كل حاجه فيها الريليشنز بتاعته 2، اما هنا الريليشنز اوف ذا سكند بارت اوف ديودينم اللي طوله 3 انشز فالريليشنز بتاعته كل حاجه 3. تعالوا نشوفهم الريليشنز بتاعت السكند بارت اوف ديودينم اللي كان طوله 3 انشز. ميديا ريليشنز نجد 3 ستراكشرز، ولاترال ريليشنز 3 ستراكشرز، انتيريور ريليشنز 3 ستراكشرز، وبوستيريور ريليشنز 3 ستراكشر. ازاي؟ تعالوا نشوف الميديا ريليشنز. هنجد ميديالي ريليتد تو ذا هيد اوف بانكرياس، وبين الهيد اوف بانكرياس وبين السكند بارت اوف ديودينم كان في جروف ماشي فيه انستموزس بتوين تو ارتريز. مين التو ارتريز دول؟ هي برانشز من السوبيريور والانفيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتريز. الارتريز ديت هنتكلم عليها بعدين. يبقى التو ارتريز هما السوبيريور وانفيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتريز، كانت بتشكل مع الهيد اوف بانكرياس بتشكل الميديا ريليشنز اوف ذا ثيرد سكند بارت. يبقى فضل لي حاجه كمان، مين اللي باقيه؟ اللي باتو بانكرياتيك داكت، دي الكومن بايل داكت اللي بتتحد مع البانكرياتيك داكت، وبتشكل لي الهباتو بانكرياتيك داكت اللي قاعده على الميديال سايد اوف ذا سكند بارت اوف ذا ديودينم. طيب بالنسبه لللاترال ليش ثلاث حاجات؟ الاسندنج كولون وامتداده. ادي الاسندنج كولون، امتداده هو الرايت كوليك فليكشر. يبقى فضل لي حاجه كمان، مين هي؟ هنجد الشيء الثالث هو الفرونت اوف ذا رايت كيدني. ادي مقدمه الرايت كيدني قاعده قدام او ريليتد انتيريورلي، مقدمه الانتيريور سيرفيس، انما الهايلم كان قاعد ورا. يعني نقول ايه؟ هنقول ان الكيدني الانتيريور سيرفيس بتاعها او الفرونت بتاعها
هيشكل مع الاسندنج كولون ومع الرايت كوليك فليكشر التلاتة ستراكشرز اللي قاعدين على اللاترال سايد، لاترال ريليشنز يعني، او اللاترال سيرفيس اوف ذا ايه، اوف ذا سكند بارت اوف ديودينم. طيب يتبقى لي الانتيريور ريليشنز. انتيريور بالتاكيد الليفر هو اللي قاعد قدام، الليفر وملحقاته. طب هنا في عندي الترانسفيرس كولون اللي هو امتداد الرايت كوليك فليكشر ماشي على الميدل بارت اوف ذا سكند بارت، علشان كده هذا الجزء من السكند بارت ديفويد اوف بيريتونيوم، مفيش عليه بيريتونيوم. ليه؟ لان الترانسفيرس كولون مباشره لازق على مين؟ على الميدل ثيرد اوف ذا سكند بارت اوف ذا دينا. طيب يبقى دي واحد اللي هو الترانسفيرس كولون، اثنين هنجد الليفر، ادي الليفر اهوت، ثلاثه هنجد بعض من اللوبس اوف ذا سمول انتستين. يتبقى لي البوستيرو ريليشنز من الخلف. من الخلف البوستير واضح انها كانت الكدني، فهنجد الفرنت او الهايلم اوف ذا رايت كدني، ادي الهايلم اوف ذا رايت كدني من ورا وملحقاته. مين اللي طالع منه؟ طالع منه اليوريتر. ومين اللي داخل فيه؟ داخل فيه اللي هو الرايت رينال ارتري. ادي هي الريليشنز of the second part of the duodenum اللي كان طوله 3 انشز، واللي ريليشنز كلها من على كل سطح كان فيه 3 structures related. طيب بالنسبة بعد كده للثيرد بارت اوف duodenum، الثيرد بارت اوف duodenum اللي كان طوله 4 انشز، اللي كان ماشي هوريزونتالي على مستوى الثيرد لمبر فيرتبرا، وهو امتداد السكند بارت، وبعد كده امتداده هو الفورس بارت. طيب ريليشنز من فوق، من فوق هنجد الهيد اوف بانكرياس. طب من تحت بالتاكيد السمول انتستين، فهنجد اللوبس اوف سمول انتستين. من قدام من نوت هنجد اللوبس اوف سمول انتستين اهو، لو الكويلز بتاعت الجيجنوم يعني. طيب الكويلز بتاعت الجيجنوم ماسك فيها الميزنتري، لازم الميزنتري، الميزنتري اللي كان ماسك في الفري بارت اوف ذا سمول انتستين اللي هو في الجيجنوم والاليوم، فمش معقول الجيجنوم من غير الميزنتري، يبقى الجيجنوم والميزنتري، الميزنتري بتاعه اهو. طب هينفع الجيجنوم والميزنتري من غير الارتري اللي هيغذيهم اللي هو السبير ميزنتريك ارتري؟ فهنجد السبير ميزنتريك ارتري وفين؟ يبقى دي ثلاثة ستراكشرز ماشيه على الانتيريور سيرفيس اوف ذا ثيرد بارت اللي هم الكويلز اوف جيجنوم والميزنتري بتاعهم اللي هو البروبر ميزنتري والسوبيريور ميزنتريك فيزلز. طب من ورا، من ورا نعمل لها رسمه خاصه لان ورا العمليه معقده شويه، فانا مشفف الثيرد بارت علشان ابين من الخلف. من ورا ريليتد لثلاثه ستراكشرز مفصولين عنه بثلاثه ستراكشرز تانيين، مين هما؟ ناخدهم من الرايت سايد، هنجد الرايت سوس ميجور ماسل اللي مفصوله عن الثيرد بارت باليوريتر اللي هو ده اليوريتر اهو. طيب هنجد فيه بعد كده مين؟ فين كبير اسمه الانفيريور فينا كيفا، مفصول عن الثيرد بارت هنا بارتري، هو مين؟ هو الرايت جونادال ارتري. وهنجد اخيرا الاورطه اللي مفصول عن الثيرد بارت بارتري اخر، هو مين؟ هو الانفيريور ميزنتريك ارتري. ادي هي البوستيريور ريليشنز اوف ذا ايه؟ اوف ذا ثيرد بارت. هنقول ثلاثه يفصلهم ثلاثه، الصوص تفصلوا عن الثيرد بارت اليوريتر، الانفيريور فينا كيفا يفصلوا عن الثيرد بارت الان ايه الجنادل، والاورطه هيفصلوا عنه الانفيريور ميزنتريك ارتري. نصل لمين؟ للفورس بارت اوف ديينم اللي هو الاسندنج بارت، اسندنج بارت تو ذا ليفت سايد اللي كان طوله 1 انش، ده الكونتينيويشن اوف ذا ثيرد بارت وطوله 1 انش وطالع من مستوى الثيرد لمبر فيرتبرا لحد مستوى السكند لمبر فيرتبرا، وسموه اسندنج لانه طالع، بس المرض اسندنج تو ذا ليفت سايد حيثما ينتهي عند الديودين وجيجونال فليكشر عند مستوى لمبر 2. البروتونيوم مغطيه من الانتيريور والليفت سيرفيس. تعالوا نشوف الريليشنز، ريليشنز اوف ذا فورث بارت. ميديالي، ميديالي من هنا، مين اللي قاعد هنا؟ البنكرياس، مفيش الا هو. فهنجد الانسنت بروسيس اوف بنكرياس، مفيش حاجه كمان، الاورطه من جوه خالص، ادي الاورطه كمان. طب لاترال ريليشنز،
lateral lesions هو الكونتينويشن بتاعه اللي هو اللوبس او الكويلز اوف جيجنوم. طيب بصي له ريليشنز من الخلف الفورس بارت ريليتد لايه؟ هنجد عضله الصوص ميجور ماسل، وهنجد هنا اهو كمان معانا الرينال فيزلز والسمباثيتك ترانك. ادي كانت الريليشنز اوف ذا فورس بارت اوف ديودينم. بعد الديودينم هنكمل على الجوجنوم والإيليوم ونشوف الفرق اللي بينهم.